التالوث ده نعم. في تنوع كبير يعني كان جهد مقدر من تيم قناة الشروق، وتكلمنا كبير عن التنوع والموروث السوداني الكبير، فكان لزاما انتم شديتوا الرحال لكردفان الغرم خيرا جوا وبرا، وجبتوا الخير بالنسبه للمشاهد من خلال الالوان البصريه شفناها نحن، فنتكلم شويه عن الرحله دي وامتدادها بالنسبه لكم كان كيف؟ الرحله دي زي ما اشرتك بيها انا في بدايه الكلام، هي التجربه يمكن تكون ما جديده، يعني في تاريخ الشروق القديم اساسا في كان حاجه اسمها ربوع الوطن، بس المره دي شكلها شويه مختلف. نحن المره دي كان المقصود هي الارياف وهي الفرقان، كويس؟ يعني نصل الناس ما عبر المدن والمراكز الحضريه بقدر ما انه كان هو محاوله لاننا نصل اهلنا في القرى وفي الارياف وفي الفرقان. يعني هم موجودين بالضبط، يعني انت بتمشي من الصباح بتلاقي عشان تشرب القارس، كويس، في واحد من الفرقان، او تاكل المجمجو في واحده من كراكير الجبال، كويس. وبالتالي في ثقافات كثيره جدا نحن محتاجين نعرف بها بعض، وانتجنا عدد من البرامج، يمكن تكون في برنامج اسمه ننتج بس اللي هو ده معني بالاقتصاد وتحفيز الناس اتجاه الزراعه وكده، وفي برنامج اسمه مبنى بنيه فرادي باعتبار انه فكره البناء هي فكره جماعيه صحيح. بشكل اساسي ومهم جدا. بعد ذاك في حكايات وفي ونسات مع ناس بلغتهم المختلفه وبلهجاتهم المختلفه، وده جزء من مفهوم اداره التنوع نفسه في الاطار الثقافي. وبالتالي انتجنا عدد من البرامج اللي هي تشتغل في ده. يمكن واحده من المؤشرات المهمه جدا الاقتصاديه، ودي حاقول فيها اشاره صغيره، اللي هو الكلام حول الصمغ العربي. واحده من الهموم الاقتصاديه وواحده من الموارد ذات الاهميه والمؤثره جدا الان على مستوى الاقتصاد العالمي، فبالتالي خصصنا لها برنامج كامل. نعم. البرنامج ده معني من بدايه البذرة إلى سلاسل القيمة المضافة إلى الاستخدامات اللي بتتم في وتوظيفها من خلال منتج الصمغ العربي، لأنه داخل فيه العلاج وداخل فيه بنسبة 80% وأكثر نحن بننتج لكن ما مستفيدين. واكتشفنا أنه نحن عندنا علماء بمعنى الكلمة، هم من التواضع بمكان، وهم الآن ما قاعدين في المراكز، قاعدين في الأرياف دي وشغالين في بحوثهم وتوطين هذه البحوث على مستوى إنتاج. يعني خلينا نذكر هنا أخواننا في مركز البحوث الزراعية أو هيئة البحوث الزراعية في مدينة الأبيض، اللي هم على رأسهم قدام المحاربين الأسسوا لده زي بروفيسور عبد الرحمن الخضير، دكتور جيلاني، اللي أنتجوا فول بمواصفات مختلفة، سموا نوع من الليمون اللي هو هناك إذا أنتجوا سودري وغبيش، هنا في الليمون أنتجوا لنا بارا اللي هو ده بقى صنف الآن مصنف عالميا كليمون مختلف، وهكذا بتلقى في عدد من التصنيفات. جميل، والتصنيفات دي احنا حنشوفها في صباح الشروق. بالضبط كده، والاكتشافات يعني حتى في اشكال العلاج، يعني في كلام حول علاج السرطان من خلال استخدام نوع من المنتجات الاشجار اللي هي منتج سمق، من تحديدا من نوع من الاشجار الموجوده تم اكتشافه من عالم سوداني. ف احنا محتاجين نروج لعلمانا، محتاجين نقدم مواردنا بعرض مختلف، فيها دعوه للاستثمار، فيها دعوه للبناء، فيها دعوه لكذا. خاصه في الفتره الاخيره استاذ فؤاد الناس بيتكلم عن الابهار والاتهاش البصري يعني الموجود في السودان، فما بالك انه السودان غني بموارده المتعدده ونحن ما مستفيدين منها بالصوره المطلوبه، بالتالي لما نكون في علماء وناس مهتمين نقدر نضبط الحكايه دي ونقدر نقدم روشتات حتى بالنسبه للمسؤولين انه يحطها في عين الاعتبار.